هنروح هلا لنشاطات وفعاليات يا سلمى معرض الزهور. اكيد ليلى، حكينا ببدايه الحلقه اليوم انه في كثير نشاطات وفعاليات عم تقام على هامش معرض الزهور مثل كل سنه. هاي النشاطات والفعاليات تتضمن كثير من الورشات. طبعا الورشه اللي رح نحكي عنها اليوم هي كانت معرض اقيم واسمه ختام الورشات المجتمعيه لاعاده وتطوير وتاهيل الحدائق في دمشق. تماما يا سلمى، والمعرض اقامته مؤسسه سلام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سوريا وجامعة دمشق، استمر على مدى 3 أيام. لنتعرف أكثر على هذا المعرض معنا بالاستوديو المهندسة علا العبدالله، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلام. يسعد صباحك. صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذه علا. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني مثل ما تعودنا مؤسسه سلام فعاليات كثير عم تكون فيها وورشات ايضا. المعرض الاخير، خلينا نعرف الناس اكثر عن شو هو كان. خلال فعاليات معرض الزهور تم اقامه معرض ختام ورشه محطات مجتمعيه. هي الورشه اللي كانت بالتعاون مع محافظه دمشق وجامعه دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سوريا وبرعايه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. هي الورشة كانت بتهدف لدراسة الحدائق بمدينة دمشق، حيث تم دراسة 25 حديقة بالتعاون بين مجموعة من طلاب الهندسة المعمارية وطلاب الدراسات العليا، بالإضافة للناشطين بالمجتمع المحلي. تم إقامة مجموعة من النتائج، هي النتائج اللي تم عرضها على شكل بوسترات، تم عرضها خلال افتتاح معرض الزهور، بالإضافة لمجموعة من المحطات التعريفية لمؤسسة سلام، سواء كان بالبرنامج التعليمي، بالبرنامج الصحي، بالبرنامج الثقافي، بالإضافة لمجموعة من المشاريع، مشروع إرادتي دوائي والمشروع سماعاتي تسمعكم، للتعريف بأهم الأنشطة والفعاليات اللي بتقوم فيها مؤسسة سلام، بالإضافة لإقامة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع فئات مجتمعية مختلفة. كان أحد هي الأنشطة تعريف مثلا بأهم النباتات أو الزهور كناحية ثقافية ضمن المحافظات في سوريا. تم إقامة مجموعة من الأنشطة التفاعلية للأطفال واليافعين، سواء كان مسابقات أو رسم على الوجوه أو توعية صحية عن النظافة الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الصحية يلي بتعرف أو بتعمل توعية بمجالات متنوعة مثل الصحة النفسية، السكري، توعية عن حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. طب خلينا نروح ونحكي عن أهمية المشاركة بالنشاطات بهذا المعرض من فئات الشباب، وأيضا الدور اللي عم بتقوم فيه اليوم المؤسسة بهذا المعرض. من أهم المبادئ اللي بتشتغل عليها مؤسسة سلام هي التعامل مع فئات الشباب لا تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم لحتى يكونوا أشخاص فاعلين ومؤثرين ضمن المجتمع. برؤيتنا بأن الشباب هنن الأشخاص اللي قادرين على التغيير، لهيك الهدف الأساسي بمؤسسة سلام هو التعامل مع فئات متنوعة من الشباب لحتى يكونوا هنن قادرين لحتى يتعاملوا مع فئات متنوعة من المجتمع. كان المعرض الأساسي هو القائم على تنظيم الشباب وتخطيط الشباب والأنشطة اللي أقاموها الشباب مع فئات مجتمعية مختلفة. تمام. طيب خلينا نحكي اليوم، المؤسسة في لها كثير أنشطة مثل ما حضرتك ذكرتي، وشفنا يعني كمان ضمن يعني ما نشر على صفحتكم وغيره من الصفحات عن الأنشطة اللي قمتوا فيها بمعرض الزهور. كان في وجود أطفال وأعمار مختلفة، ولكن ركزتوا على فئة الأطفال ضمن المعرض. خلينا نحكي أكثر عن هالشيء. أحد البرامج الأساسية اللي بنشتغل عليها ضمن مؤسسة سلام هو البرنامج التعليمي اللي بيستهدف فئات الأطفال واليافعين لبناء شخصيتهم مواهبهم، بالإضافة لمجموعة من الأنشطة التفاعلية اللي بتعزز عندهم مجموعة من المهارات. لهيك كان هدفنا الأساسي بهذا المعرض هو نتوجه لهدول الفئات بهي الأنشطة المتنوعة لحتى تعززي عند الطفل مهارة معينة أو تعطيه معلومة طبية ممكن هو يمكن بحياته ما صادف لهي المعلومة الطبية يلي ممكن تعزز عنده قوة الشخصية، بالإضافة لمجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية الترفيهية يلي هي بتعزز روح التعاون والمشاركة بين الأطفال بحد ذاتهم. تمام. خلينا نتعرف أكثر على الورشات بحد ذاتها، الورشات المجتمعية لإعادة تأهيل وتطوير الحدائق، وأيضا بالنسبة لأهميتها. تمام. ورشة محطات مجتمعية هي أحد الورشات اللي أقامتها مؤسسة سلام، كان هدفها الأساسي هو ربط العمل المجتمعي بالعمل الأكاديمي. لهيك كان التوجه لمجموعة من الشركاء يلي هنن بداية محافظة دمشق بالإضافة للجامعة لحتى يكون في ربط مجتمعي وأكاديمي.
كان هدف هي الورشة هو دراسة الحدائق، إعادة تطويرها وتأهيلها ضمن مدينة دمشق لحتى تكون مكان للعمل المجتمعي لفئات متنوعة، حيث تم دراسة 25 حديقة بمدينة دمشق. كانت الورشة تتضمن عدة مراحل، المرحلة الأولى هي سلسلة من التدريبات اللي تم توجه فيها للطلاب المشاركين بالإضافة للناشطين بالعمل المجتمعي. كانت تتضمن مجموعة من الورشات اللي لها علاقة بالتصميم الشمولي، بتصميم المكان، تدريبات التنمية المستدامة بالإضافة لتدريبات متعلقة بتصميم المبادرات المجتمعية لحتى يكون في ربط للعمل المعماري الأكاديمي مع العمل المجتمعي. المرحلة الثانية هي كانت الزيارات الميدانية للمشاركين بالورشة للحدائق، تم من خلالها إقامة بداية توزيع استبيانات لمعرفة آراء الزوار ضمن كل حديقة، حيث تم توزيع أكثر من 1000 استبيان بكافة الحدائق اللي تم استهدافها. تم إقامة مجموعة من الحوارات المجتمعية مع المجتمع المحلي ضمن الحدائق لحتى نعرف أكثر نقاط القوة والضعف الموجودة بهي الحديقة، شو الآراء الزوار ضمن الحديقة لتطوير حديقتهم، خصوصاً أنه الحدائق اللي تم دراستها هي حدائق سكنية، فالمجتمع المحلي هنن سكان هي المنطقة، فهنن الأدرى والأكثر قدرة على معرفة احتياجات الحديقة والاحتياجات اللي بيتطلبها هذا المكان. المرحلة الثالثة هي بلشنا بمرحلة التصميم بناء على الاستبيانات وعلى الحوارات المجتمعية لحتى يكون العمل المعماري أو التصميمي هو متوافق مع آراء المجتمع المحلي. طيب، هي خطوة كتير مهمة ويمكن الأولى من نوعها اللي عم بتتم، وأنه هي كانت بالتنسيق بينكم وبين طبعاً محافظة دمشق وعدد من الجهات اللي كانت موجودة. اليوم كتير نسمع أنه في حديقة موجودة، لكن شو فائدة الحديقة؟ في كتير ناس ما بتعرف هذا الموضوع. خلينا نحكي شوي عن المشاكل اللي سمعتوها من الأهالي. يعني معروفة حديقة تشرين هي من الحدائق النموذجية بدمشق، ولكن باقي الحدائق الموجودة ضمن المجمعات السكنية يمكن ما كلها بتحوي أو مخدمة، خصوصا فترة الحرب في البعض منا تضرر، خرج عن هويته ووظيفته اللي هي موجودة فيه أصلا. بعض المشاكل اللي لاحظتوها وشو عم بيتم العمل على تحسين وتطوير هاي الحدائق الموجودة؟ بشكل عام الحدائق عم تعاني أغلبها من مجموعة من المشكلات اللي هي مثل ما حكيتي حضرتك أنه هي يمكن تكون متشابهة بين أكثر من حدائق، خصوصا الشيء اللي له علاقة بالبنى التحتية الخاصة بهي الحدائق خلال فترة الحرب الطويلة يلي تعرضت لها البلد، وكانت الحدائق هي جزء منها، خصوصا أنها هي جزء من الفراغات العامة يلي أصلا هي تعتبر المتنفس الأساسي لسكان المدينة. صحيح. فكتير تعرضت لأضرار البنى التحتية، لعدم توفر المقاعد أحيانا، عدم توفر الغطاء النباتي ببعض الأوقات. اللي لاحظناه كمان اللي كان إيجابي إنه أهالي أو سكان المناطق هنا عم يبادروا لحتى يطوروا حديقتهم، إعادة تأهيل حديقتهم لحتى يكون مكان مناسب لإلهم ولأطفالهم، لا حتى يزوروا الحديقة أو لحتى يكونوا متواجدين فيها. الشيء الأساسي اللي ركزنا عليه بورشتنا إنه نحن كيف فينا نطور هي الحديقة لتكون مناسبة للعمل المجتمعي، يعني كيف أنا ممكن أعمل ركن معين للحوار المجتمعي بين خصوصا بين السيدات بالمنطقة بين الرجال، كيف أنا ممكن أمن أماكن للأطفال ليعملوا فيها أنشطة تفاعلية أو ترفيهية ليس فقط أنشطة اللعب، خصوصاً أنه الألعاب ضمن الحديقة هي كمان غير مؤهلة بشكل جيد، ولكن أنا ممكن بالمقابل أعمل أنشطة تعزز مهارة الطفل بشكل أكبر، تعزز مواهبه سواء كان بالعزف، بالغناء، بالموسيقى، بالرسم، فهي كلها مواهب ممكن بكل دول العالم هنن بيستخدموا هي الفراغات العامة لتطوير هي المواهب. فكان التركيز الأساسي ضمن هي الورشة أنه نحن كيف نطلع بمجموعة من المقترحات بتعزز هي الأشياء. تم تنفيذ بالتعاون مع محافظة دمشق 4 مبادرات خلال فترة تنفيذ الورشة. أحد هي المبادرات كان تعليم اليافعين أو اليافعات كيف فينا نحن نعمل إعادة تدوير من سعف النخيل المتساقط بحيث يتشكل لوحة فنية أو مثل هيك شكل البسط. تم إقامة كمان مبادرة توعية للسيدات حول أهمية التوعية حول الصحة الإنجابية بالإضافة للتوعية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فكمان هي كانت تكون ضمن الحديقة. فهي المبادرات هي اللي بتعزز عند أهالي المجتمع المحلي أنه لا، هي الحديقة ما تكون هي مكان فقط أني أنا أمشي فيه أو إجي أنا لعب الأطفال، أنه لا، خلونا نستثمر هذا المكان لعمل مجتمعي حقيقي. تمام، ذكرتي حضرتك أنه في ضمن المعرض أيضا يمكن فقرة توعوية، وأيضا في فقرات كان فقرات صحية مو بس ثقافية، خلينا نتعرف على هدول الفقرات أكثر معك.
تمام. ضمن البرامج الأساسية بمؤسسة سلام حكينا عن البرنامج التعليمي، هلا ضمن البرنامج الصحي هو بيستهدف التوعية عن الصحة بشكل عام. فعندنا مجموعة من البرامج يلي نحن بنشتغل عليها كتوعية صحية. تم هذا الموضوع ضمن أنشطة المعرض كمان للتعريف عن التوعية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عن مرض السكري، بالإضافة عن مجموعة من الأخطاء الصحية الشائعة، بالإضافة ما نسينا الأطفال، حكينا عن النظافة الشخصية. تم توعية حول الصحة النفسية، كيف أنا فيني حافظ على صحتي نفسياً. فهي كانت الإشياء اللي لها علاقة بالصحة. كان في عنا محطة ثقافية يلي هي التوعية مثل ما حكينا عن أهم النباتات الموجودة بكل محافظة بسوريا، بالإضافة لمشروع إرادتي دوائية اللي هو بيستهدف الأطفال المرضى ضمن المستشفيات. كمان كان في له محطه لحتى نعمل مجموعه من الانشطه التفاعليه مع الاطفال، بالاضافه لمشروع سماعاتي تسمعكم يلي هو كان بيستهدف الاطفال الصم والبكم، حيث تم بالمعرض نشاط تفاعلي مع الاطفال اللي عم يزوروا المعرض، اني انا كيف فيني اتعلم لغه الاشاره ولو بشكل بسيط، اني انا اعلمها للاطفال او للزوار اللي عم يكونوا موجودين بالمعرض. تمام. طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن التفاعل. اليوم نعرف هاي النشاطات بتحفز كتير الناس وخصوصا الموجودين، صارت يعني محطة مميزة اليوم ضمن معرض الزهور، انه عم بنشوف الاهالي كتير عم بيروحوا على الزاوية اللي عم بيكون فيها هاي النشاطات الخاصة بالاطفال. اليوم قديه استقطبتوا عدد موجود؟ كيف كان تعاون الاهالي معكم؟ حتى يمكن خصوصا مثل ما قلنا حديقة تشرين متميزة انه بتجيب فئات متعددة من الناس كانت عم بتزور، مو بس فئة معينة، لأنه أنتم ما كنتوا بحديقة منطقة مثلاً معينة، لا هي حديقة بتشمل أغلب سكان محافظة دمشق. فكيف كان التفاعل معكم الأهالي، عدد الأطفال اللي شاركوا بالمعرض؟ التفاعل صراحة كان كتير كبير ومميز. يمكن شوي اللي فاجأنا أنه نحن لما كنا عم نعمل ألعاب أو أنشطة تفاعلية للأطفال واليافعين، بالمقابل يجوا الأهالي هنن يشاركوا بهي الألعاب، أو حتى الشباب اللي كانوا عم يزوروا المعرض. فمثل ما حكيتي حضرتك، المكان اللي كنا نحن موجودين فيه كان في أمامه ساحة تفاعلية، وصراحة نحن استهدفنا هذا المكان كرمال كمان نحقق الهدف الأساسي من ورشة محطات مجتمعية، أنه أنا فعليا كيف فيني فعل هي الفراغات العامة لحتى تكون مكان للأنشطة المجتمعية. فنحن اللي عملناه هو عبارة عن مسار تفاعلي مجتمعي بيشمل مجموعة من المحطات. هي المحطات هي عم تستهدف السيدات، عم تستهدف الشباب، وعم تستهدف الأطفال واليافعين. يمكن دائما الأطفال هن اللي بيجذبوا على المكان، خصوصا لما يشوفوا في أنشطة جديدة، لما يشوفوا في تفاعل من المتطوعين تجاههم. ويمكن هذا الشيء الأساسي اللي ممكن جذب العالم بشكل كتير كبير. لهيك أنا من هون حابة أوجه تحية لكل المتطوعين اللي كانوا موجودين ضمن هذا المعرض، اللي كان عددهم أكثر من 50 متطوع خلال فترة أيام المعرض، يلي كانوا من بداية التحضيرات، رغم كان الوقت قصير جدا للتحضير، ولكن كان النتائج جيدة جدا. طب ذكرتي حضرتك المتطوعين، ودائما لهم دور بكل المبادرات والمؤسسات المجتمعية وأيضا بالأعمال الخيرية، دائما عم بيكونوا فاعلين. خلينا نحكي عن دورهم أكثر، وكيف أنهم عم تكون مشاركاتهم بالمعرض، وشو هي أكثر الفئات من المتطوعين اللي عم تكون موجودة بهذا المعرض؟ ضمن المعرض كان متطوعين هنا من فئة الشباب، طلاب الجامعات، سواء كانوا طلاب دراسات يعني الدراسات الأولى أو الدراسات العليا، يلي هنا أصلاً متطوعين ضمن البرامج بمؤسسة سلام. تم كل برنامج التخطيط للأنشطة التفاعلية اللي هي حتكون ضمن المعرض ضمن خطة واضحة وبرنامج عمل محدد. كل متطوع بيعرف شو هي المهمة أو المسؤولية يلي لازم يعملها خلال المعرض. كان في عنا فريق التنظيم، بالإضافة لمجموعة البرامج الأخرى يلي هي عم تنظم الأنشطة الخاصة فيها. طبعا التطوع هو من اهم الاشياء اللي لازم تتعزز عند الشباب، وهذا الشيء اللي نحن كمان ركزنا عليه بورشه محطات مجتمعيه لما توجهنا فيها للطلاب بالجامعه، كيف فينا نعزز روح العمل التشاركي والتعاون. تمام. بالاضافه للعمل التطوعي، واللي شفناه خلال هي الورشه انه كثير من الاشخاص اللي كانوا موجودين او مشاركين ضمن الورشه، لما احتكوا بالناشطين بالعمل المجتمعي وبلشوا ينفذوا مبادرات، صار عندهم هنا حافز انهم يتطوعوا ويكونوا موجودين معنا، وهن هلا موجودين ضمن البرامج اللي نحن عم نشتغل عليها. فهي العدوى الايجابيه اللي نخلقها نحن بالتطوع هي لازم نشتغل عليها بشكل اكبر، وهذا الشيء اللي اشتغلوا عليه كمان الشباب بتطوعهم سواء كان بهذا المعرض او بالفعاليات الاخرى.
كيف كمان نحن ممكن نعزز التطوع، روح التطوع والمبادرة ليس فقط عند الشباب، وإنما أنا كيف فيني أنقله لفئات مجتمعية مختلفة من الأطفال لليافعين. نحن أحد برامجنا كمان باليافعين، نحن في عنا كمان هلا عدد كبير من اليافعين هم كمان متطوعين وهن صمموا ونفذوا مبادرات مجتمعية. فهي المواضيع دائما هي اللي بتجذب الشباب وهي اللي بتعزز عندهم الروح والعمل الإيجابي. يعني نحن بصباحنا غير كان قلنا هيك مثل ما بيقولوا محطات مع سلام، من أول ما كانت مبادرة إلى أن صارت مؤسسة وصارت أكثر تنظيما. خلينا نرجع نحكي شوي اليوم مو بس عن الورشة اللي هلأ عم نحكي عنها، مؤسسة سلام قدرت تعمل كتير من الأنشطة المهمة واللي توجهت فيها لفئات متعددة من المجتمع، إن كان بالملف الطبي، إن كان بالملف التثقيفي، إن كان بالملف الاجتماعي، والأهم أيضا بالملف العمراني اللي هو حاليا نحن بحاجته جدا. هذا الشيء يمكن بيميزه انه عدد من مؤسسة سلام هن ايضا من اختصاصات مختلفة، حضرتك مهندسة عمارة، في اطباء، في كثير من الافرع العلمية الاكاديمية اللي زودت مؤسسة سلام بافكار تلامس احتياجات شبابنا واحتياجات المجتمع. خلينا نحكي عنها شوي. نحن هي السنة هي الذكرى السنوية العاشرة للعمل التطوعي والمجتمعي ضمن مؤسسة سلام. فمؤسسة سلام لكم مبروك، يعني 10 سنين من العطاء. شكرا. فسلام هي منظمة شبابية بتعمل على التنمية المجتمعية ببرامج بناء السلام ولا عنف. هدفنا الأساسي نتوجه لفئات مجتمعية مختلفة لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم لحتى يكونوا أشخاص فاعلين ومؤثرين ضمن المجتمع. ضمن البرامج الأساسية اللي بنشتغل عليها بسلام هي البرنامج التعليمي اللي بيستهدف فئات الأطفال واليافعين، ضمن محاور هي بتعزز عندهم المهارات والمسؤولية المجتمعية والمشاركة المجتمعية. البرنامج الثاني هو البرنامج الصحي، حكينا شوي كمان عنه من شوي، اللي بيستهدف التوعية الصحية بمجالات متنوعة بالإضافة لمعالجات طبية مجانية بمواضيع مختلفة. البرنامج الثقافي اللي هو بيستهدف الحوار المجتمعي والتعزيز التنوع الثقافي ومعرفة الآخر بشكل أكبر بالإضافة للتعريف بالتراث والهوية السورية، بالإضافة للبرنامج الخدمي اللي هو بيكون بأوقات إلى علاقة بالحاجة المجتمعية أو الظروف اللي بتنفرض ضمن المجتمع. ضمن هاي البرامج هو عم يكون في عنا عدد كبير من المتطوعين يلي عم يشاركوا وعم يخططوا وعم ينظموا ويصمموا لهي البرامج ولهي الأنشطة. بالإضافة ل يعني حنحكي كيف نحن ممكن الأنشطة هي ممكن تستمر وتتطور. ضمن ورشة محطات مجتمعية لاحظنا الحاجة مثل ما حكيتي المحور العمراني أو المعماري، فنحن في عنا هلا حنطلق قريبا مشروع أو أطلقناه بس حنبدأ فيه قريبا اللي هو مشروع مدينتي صديقتي يلي بيستهدف اليافعين من عمر 13 ل 17 عام، يلي بيستهدف انه انا كيف فيني خلي اليافع صديق للمدينه وكيف ممكن هي الفراغات ضمن المدينه هي تكون صديقه لليافع، بمجموعه من المقترحات والتوصيات لنعرفهم فيها عن مكونات المدينه، نعرفهم فيها عن الاداره المحليه او عن عملها وكيفيه اداء عمل الاداره المحليه، بالاضافه لاقامه اليافعين لمجموعه من الزيارات لمكونات المدينه لنطلع من خلالها مجموعه من التوصيات يلي بتعزز دور اليافع بالشان العام. فدائما هي الانشطه عم تكون مستمره وعم تخلق نتيجه الحاجه ضمن المجتمع ضمن المجتمع. فدائما عم نسعى بسلام تعزيز شخصية سواء كان الشاب أو الطفل أو اليافع أو حتى السيدات لحتى يكونوا أشخاص فاعلين ومؤثرين ضمن المجتمع. طب اليوم هدول الفئات والأشخاص اللي عم بيكونوا هنن مشاركين بهي الأنشطة أو عم تسلطوا الضوء عليهم ضمن هي الأنشطة والدعم لهم، اليوم كيف عم بيتم التعريف عليهم ضمن الجمعية أو كيف عم يتم التسجيل ضمن الجمعية؟ اليوم هدول الأشخاص أنا بدي أجي على هي الجمعية بدي يكون شخص استفيد من هي الأنشطة سواء أو لابني، اليوم كيف بيتم هذا الشيء؟ هذا الشيء بيتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بمؤسسه سلام سواء كان على الفيسبوك او على الانستغرام، بنشر مجموعه من الاستبيانات الخاصه حسب الورشه او حسب العمل اللي نحن حيكون ضمن المؤسسه سواء كانت كتطوع او سواء كان كمشاريع كاشخاص انهم يشاركوا فيها بفئات مجتمعيه مختلفه. هي عم تكون ضمن استبيانات عم تنتشر على صفحتنا، بيسجلوا الاشخاص، بيكون احيانا في مجموعه من المعايير لاختيار الاشخاص خصوصا اذا بالتطوع اذا نحن بحاجه لاختصاص معين أو ناحية معينة إنه هن يكونوا موجودين فيها، فبتكون في عنا مجموعة من المعايير على أساسها بيتم اختيار الأشخاص، بعد اختيار الأشخاص بيتم تدريبهم خصوصا المهارات اللي العلاقة بالتطوع بالعمل المجتمعي بالمشاركة المجتمعية. أحيانا بيكون في تدريبات متخصصة مثلا مثل التعامل مع الأطفال واليافعين
هلا في تدريب متخصص بالتعامل مع الاطفال واليافعين، ونحن في عندنا تدريبات اساسيه اللي هي مهارات الحوار، هي بشكل اساسي مهارات كيف انا فيني اعمل انشطه تفاعليه، كمان هي دائما بتكون لكل الاشخاص اللي موجودين ضمن المؤسسه. قبل ما نختم معك، بنعرف ايضا انه انت عضو فاعل بمؤسسه من اهم المؤسسات اللي هي مؤسسه الاتحاد الوطني لطلبه سوريا، وكان لكم ايضا ورشات مشتركه مع الاتحاد الوطني لورشات مجتمعيه فكريه اليوم لدور الشباب بالمجتمع. نحن بكره على ابواب الانتخابات التشريعيه الرابعه لانتخابات مجلس الشعب، كمان اهميه المشاركه وتفعيلها والتوعيه للشباب بهذا الموضوع. موضوع جدا مهم، ودائما نسعى سواء كنا بأي مؤسسة نحن تابعين لها، سواء كان بالجامعة أو بالاتحاد أو بالمنظمات الغير حكومية، دائما نشجع موضوع الانتخابات ودور كل مواطن بتفعيل دوره ضمن هذا المجتمع، وهذا الشيء الأساسي اللي نحن نسعى عليه بسلام أو بالأماكن الأخرى اللي نحن بنشتغل فيها. اليوم الشباب هنن لهم دور حقيقي وفاعل ضمن المجتمع، وهنن الأساس اللي حيكون للتغيير للمستقبل، لهيك دائما نطمح بأي مكان سواء كان بمجلس الشعب أو حتى بالإدارة المحلية أنه أشخاص أو عناصر شبابية هي توصل لهي الأماكن كرمال هي يكون في عندها حافز أكبر لتشتغل للشباب وتعطي للشباب وتطور أكثر بهي المواضيع. أكيد بالختام بدنا نتشكرك المهندسة علا العبدالله عضو مجلس أمناء مؤسسة سلام، أكيد وبدنا نتشكر كل فريق مؤسسة سلام وأيضا الفرق التطوعية، شكرا لك. شكرا كثير لكم، وشكرا كمان لدعمكم ولتغطيتكم الدائمة للفعاليات الخاصة بالمنظمات الغير حكومية. أكيد بدنا نتشكركم، وتحية لكل الشباب والصبايا المشاركين بمؤسسة سلام، وبنتمنى دائما وجودكم بكثير من الفعاليات والأنشطة، لأنه الشباب مثل ما قلتي هن بنات المستقبل. شكرا لك.